ثانوية العقيدة في بغداد، واللي تقع بمنطقة باب الشرقي أو ما يعرف بباب الشرجي. بعهد الملك فيصل الأول عام 1920 عرض مشروع بناء الدير من قبل جمعية أخوات المحبة الفرنسيات، ولم يتردد حيث بوشر ببناء الدير سنة 1920 من قبل إحدى الشركات الفرنسية، وكانت الماسيرة جوزيف مكلفة من الجمعية بإدارة ومتابعة المشروع. كان يضم المشروع بناية واحدة، بعدها تم إضافة طابق ثاني للبنايتين، وبهذا تم افتتاح مدرسة شاملة عرفت بمدرسة الراهبات، وتشمل روضة وابتدائي وثانوي، وإن أول مديرة للروضة هي إيميلي رزق الله، وبعدها تولت إدارة المدارس الابتدائي والثانوي، وهذا كان في سنة 1925، حيث قامت بتدريس اللغة الإنجليزية. الماسيرة جوزيف كانت أميركية الأصل، واللغة الفرنسية الماسيرة دومينيك، أما الماسيرة روز المنحدرة من أصول فرنسية، فكانت تدرس الموسيقى والبيانو في ذاك الوقت، وكان الزي الموحد في الشتاء اللون الأسود، وفي الصيف اللون الأبيض، وكانت إدارة المدرسة تنقل الطلاب في باصات صفراء اللون. وآخر بناء تم إضافته كان عام 2005، وأن المدرسة الرابعة التي أضيفت هي كلية بغداد للمتميزات سنة 2010، ليكون مجموع المدارس الحالية 4 مدارس.